أسفرت العملية الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية عن توقيف 3590 شخصا، تم إيداع 2036 شخصا منهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية. بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العملية الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ منذ تاريخ الإعلان عنها بلغ 57003 أشخاص في مجموع المدن المغربية. خصوص هذا التطبيق المعلوماتي اللي وضعوه المهندسين والخبراء التقنيين ديال المديرية العامة للأمن الوطني، هو واحد التطبيق معلوماتي كيرتكز ولا كيحدد ثلاثة الأهداف الأساسية. الهدف الأول هو حماية الأمن الصحي ديال المواطنين والمواطنات المغاربة، هذا الهدف الأسمى والغاية المنشودة من هذا التطبيق. الهدف الثاني هو ضمان التطبيق الحازم وسليم لفترة الطوارئ الصحية، والهدف الثالث هو الحد وتفادي هذوك التحركات اللي كتكون بدون هدف أو العرضية اللي كتكون غير مطابقة لما هو مدون في وثيقة تنقل استثنائي. باش نشرح أكثر، راه لا يعقل أن الدولة المغربية السلطات العمومية كتقوم بوضع واحد التدابير اللي هي كبيرة باش تضمن منع تفشي وباء كورونا المستجد، إغلاق المدارس، إغلاق الحدود، تعطيل مجموعة من المرافق باش الغاية ديالها هي أنها تحمي المواطن، ولكن في المقابل عندنا تنقلات اللي هي عرضية وتنقلات غير مسؤولة اللي كتكون غير مطابقة لما هو مدون في دوك الوثائق ديال التنقل الاستثنائي اللي كتمنحهم السلطة المحلية. إذن باش نضمنوا تطبيق سليم ديال فترة الطوارئ الصحية، شنو قاموا الناس ديال الأمن الوطني الخبراء والتقنيين والمهندسين المعلوماتيين؟ قاموا بوضع واحد التطبيق اللي هو بسيط، تطبيق معلوماتي عبارة عن دعامة أو آلية لتسهيل عمل الأعوان المكلفين بالمراقبة. إذن مثلا مواطن كيسكن مثلا في حي حسان عنده وثيقة ديال التنقل الاستثنائي باش يمشي مثلا للعمل في منطقة أكدال مثلا، ناخذ مدينة الرباط، إذا المسار ديالو محدد من منطقة حسان إلى منطقة أكدال، ولكن ملي كنجيو لنقط المراقبة الأمنية كنلقاو بأن هذا الشخص داز من نقطة المراقبة مثلا اللي كاينة في حسان، شوية في أكدال، شوية في مثلا في يعقوب المنصور، شوية في حي الرياض، شوية في تمارة. إذا واش هاد الشخص هذا كيحترم فترة الطوارئ الصحية أو أنه كيخرقها؟ الخطير في هاد الشيء شنو هو؟ هو أن هاد الشخص لنفترض جدلا أنه مصاب، يمكن يحمل هاد الوباء إلى مناطق أخرى وغير يساهم في تفشي الوباء. ما بغيناش يتنقل الأماكن اللي هي خارج المسارات المحددة ديالو، لأنه يمكن يحمل العدوى أو يتعادى لا قدر الله. إذا هاد التطبيق ما عنده تعلقة بما يروج له البعض بأنه علاقة بالرصد أو الاستشعار أو اقتفاء المواطنين، لا نهائيا. هذا واحد تطبيق خاص بنقط المراقبة ديال الأمن، بمعنى أنا مواطن كان نوقف عند العون السلطة عون الشرطة كيطلب مني البطاقة. إذا مسألة البطاقة ضرورية، علاش كيطلب البطاقة؟ أولا باش يطابقها مع رخصة التنقل الاستثنائي باش نشوف واش انت فعلا المستفيد من هذا الرخصة، هذا أولا. ثانيا كنقوم بإدراج هذاك الرقم في ذاك البنك ديال المعطيات، كتمشي انت كتكون نقطة أخرى كيتم المراقبة، والثالثة إذا ملي كتوصل عند العون مثلا اللي في مدينة تمارة كيبان له بأنه كاع هذوك النقاط المراقبة اللي مريتي منهم غير مطابقين، هنا كيقوم بمنعك من التوجه وكيطلب منك باش تلتزم بضوابط والموجبات اللي عندك في الرخصة ديال التنقل الاستثنائي. نقطة أخرى اللي بغيت نقول لكم، هذا التطبيق ما عنده حتى علاقة بخرق الحقوق أو المعطيات الشخصية ديال المواطن، هذه عبارة عن واحد التطبيق اللي كيقتصر على البطاقة الوطنية
وكيقوم بتحديد نقط المراقبة ماشي التنقلات، هو خاص غير بنقط المراقبة، أي ما عنده حتى علاقة بالتنقلات الخارج هذه نقط المراقبة. بمعنى أنك حنا ما نعرفوكش، لأن البطاقة الوطنية ما تسمحش لنا نعرفوك، مشيتي للسوق ممتاز أو مشيتي لعند العائلة، لا حنا كنعرفوك غير نقط المراقبة اللي هي اللي عندنا مدرجة في هذه القاعدة البيانات. أكثر من ذلك وتعزيزا وتوطيدا للأمن والحقوق والحرية ديال المواطنين، قمنا بالتنسيق مع سي ان دي بي اللي هي اللجنه المكلفه بالمعطيات الشخصيه، بحمايه المعطيات الشخصيه، وقمنا بتشكيل فريق مشترك معهم على اساس انه هاد التطبيق هذا يقتصر على المنفعه العامه، وان حتى الاستخدام ديالو راه يتطابق في الحدود الدنيا مع المصلحه العامه. فبغيت نطمئن المغاربه بان هذا التطبيق راه تم احداثه لفائده الامن الصحي ديال المواطنات والمواطنين، لانه لا يعقل لا عقلا ولا منطقا اننا الدوله دير هادشي كامل ما يخص التدابير الاحترازيه الوقائيه وهادشي كامل ويكون عندنا تنقلات عرضيه غير مسؤوله وغير مضبوطه.